السلام عليكم شباب، النهاردة هشرح لكم تكملة ازاي نقيس الزوايا. دي المحاضرة رقم 3 في قياس الزوايا. هنبدأ مع بعض بالسبريت ليفل وهنكمل كيلونومتر وبعد كده ناخد الاوتوكلومتر. السبريت ليفل ده الشكل بتاعه اللي احنا بنشوفه في الحياة العملية. ده شكل ميزان المية. بالاساس انا بستخدم ميزان المية علشان تقيس بيه الزوايا، تقيس بيه في اي ميل في الاسطح الافقية او الاسطح الرأسية. ممكن تستخدمه في قياس الفلاتنس والستريتنس برضو ايرور. تعال نشوف كده ميزان المية عموما. اهم حاجة فيه الجزئية اللي موجودة بالمنظر ده اللي هو مكبرها لك هنا في الصورة، وهنشوف نفس الرسمة دي انا جايباها من فيديو هنشوفه دلوقتي. اللي عندك الفقاعة اللي موجودة ديت، ده اهم جزء عندك، ده اللي بيخليني اعرف اذا كان السطح مستوي ولا لا. طب اعرف منين الفقاعة دي؟ مدام هي في المنتصف كده يا شباب ما بين الخطين دول، يبقى السطح بتاعي افقي تماما او رأسي تماما حسب وضعية السبيريت ليفل. يعني حتى هنا لما تيجي تشوف السبيريت ليفل اللي موجود تحت في خطين رئيسيين، هنا المفروض لو السطح مستوي يبقى الفقاعة دي المفروض في المنتصف. طيب في عندك هنا سائل خلاص من الإثير، وعندك الفقاعة دي، وعندك الشكل الزجاجي اللي موجود. خلي بالك ان تصميم ميزان المية الفقاعة دي موجودة على، يعني هو لما بيعمل لك الجزئية دي يا شباب كأنها جزء من ريديوس كبير جدا. ده الريديوس بتاع السبيريت ليفل، طبعا ده بمثله زي الكرة الأرضية. احنا طبعا الأرض كرة، فبس احنا لما بنيجي نقيس المسافات، يعني انت في البيت بتقيس مسافة طولية، مع ان احنا البيت ده على دايرة كبيرة جدا اللي هي الكرة الأرضية. فعشان كده كل ما الريديوس بتاعي يبقى كبير ممكن تحول الجزء اللي هو من الريديوس لمسافة طولية. حالا هنشوف القوانين اللي انا بحسب بيها السنسيتيفيتي بتاع السبيريت ليفل، وازاي بقدر احدد القيمة بتاعت الانجل او قيمة الميول بتاع السطح. ده شكل تاني للسبيريت ليفل موجود بالنسبة لك. ده السبيريت ليفل فيه كذا سبيريت ليفل، يعني في عندك الفقاعة موجودة في الوضعية ديت، وفي عندك ميزان مية موجود في الوضعية التانية، وبالتالي ده اقدر استخدمه في وضعين، الوضع ده والوضع لو هو وضع افقي بالمنظر ده انك انت هتحطه على الجنب التاني. وده السبيريت ليفل. طب السبيريت ليفل كل ما الحجم بتاعه صغير كل ما السنسيتيفيتي بتاعته بتبقى اعلى. تعال نبص كده يا شباب ايه الحاجات اللي انت لازم تعرفها في السبريت ليفل. زي ما قلت لك في عندك هنا الجلاس تيوب دي اللي بتحط فيها الفقاعة، في عندك البابل دي الفقاعة، وفي عندك ليكويد جوه الفقاعة بيبقى موجود. طبعا الفقاعة والليكويد هتلاقي الفقاعة دايما في اعلى حاجة من مين من الجزئية بتاعت السبريت ليفل، يعني ما تلاقيش الفقاعة على جنب، لا هتلاقيها اعلى حاجة بالنسبة لك. طيب في عندك هنا حاجة اسمها السنسيتيفيتي. السنسيتيفيتي بتاعت الجهاز لكل وان ديفيشن تساوي الانجل ان سكندز، يعني السنسيتيفيتي. في عندك الشرط الموجودة دي، تعالى نرجع للصورة عشان اقول لك. هنا في عندك التقسيمات دي، في عندك المسافة ما بين الشرطة واللي بعدها، ده بسميه السكيل ديفيجن، ودي المسافة ال، ودايما بديها لك على السبريت ليفل. ممكن تبقى في معظم حالات السبريت ليفل اللي احنا بنستخدمه 2.5 ملي، يبقى المسافة ما بين كل شرطة واللي بعدها 2.5 ملي. طب احنا احنا بنستخدم ميزان المية ازاي؟ ميزان المية ده بناخده زي ما هو، بنحطه على السطح اللي احنا عاوزينه. لو الفقاعة بتاعتك كانت في المنتصف يبقى ده سطح افقي. طب لو الفقاعة مشيت في الاتجاه ده يبقى السطح عالي من هنا. طب لو مشيت في الاتجاه التاني يبقى السطح بتاعك عالي من الاتجاه التاني. طيب انا برضو ازاي بحدد الانجل؟ لو في عند حاجة اسمها sensitivity، كل شرطة من دولت لها قيمة sensitivity. ولو خلاص sensitivity انا بحسبها لكل one division، هتساوي الزاوية بالسكند على ال one division، زي بالسكند على ال one division. طيب لو انا عندي اتحرك شرطتين، يعني هو لو اتحرك شرطة واحدة يبقى الزاوية بتاعتي لو السنسيتيفيتي بتاعته تساوي 10 يبقى الزاوية بتاعتي تساوي 10. طب لو 10 سكند، لو اتحرك زاوية شرطتين يبقى كده الشرطة التانية، يبقى كده
عشرة في اتنين يبقى 20 سكند، لو تحرك 3 شرط يبقى 3 في 20 يبقى 30 سكند. طبعا دي تقسيمة الزوايا. تلاحظ الدقة، انا ما بقيش بالدرجات، ما بقيش بالدقايق، لان بقيس بالثواني. تاني يا شباب، يبقى عندي هنا السنسيتيفيتي تساوي قياس الزاوية بالسكندز على الوان ديفيجن. طبعا الوان ديفيجن هو 1، فانت قياس الزاوية بتاعتك هنا السنسيتيفيتي بتاعتك لو مكتوبة 10 ثواني، يبقى لو تحرك شرطة واحدة، الفقاعة جريت عند شرطة واحدة، يبقى كام ده؟ 10 ثواني. وطبعا هتقل من الناحية التانية 10. لو زادت عند هنا الشرطة التانية يبقى كده هيبقى 20 ثانية، الشرطة التالتة 30 ثانية، وهكذا. لو كاتب على الجهاز السنسيتيفيتي بتاعته يساوي 10 ثواني، ده اللي موجود عندك في ده القانون. يبقى السنسيتيفيتي تساوي الانجل ان سكندز على الوان ديفيجن اوف تيوب. طب في عندي حاجة تانية، قلت لك ان في حاجة اسمها الريديوس. ده الريديوس بتاع التيوب بتاعي، وانا قلت لك ان الريديوس ده بيبقى كبير جدا، وحالا هنشوف في الحسابات ازاي الريديوس بتاعي ده كبير جدا. ده البابل دي معمولة على ريديوس كبير جدا، تعال نشوف الحساب بتاعه. طب في عندك حاجة تانية بنسميها ال 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 دي الديستانس ما بين الشرطة واللي بعدها على طول، زي السكيل ديفيجن اللي احنا كنا شايفينه في الميكرومتر والأدمة. يبقى الار ده الريديوس، والال ده الديستانس ما بين شرطتين متتاليتين، وهو عندك بيساوي خلاص حوالي 2.5 ملي. يبقى كده لما تيجي تحسب سيتا للوان ديفيجن، بس لكل ديفيجن هتساوي ال على كام؟ على ار. تعال نشوف كده، لو سيتا بتاعتك تساوي 10 ثواني، 10 ثواني، ودي السنسيتيفيتي بتاعت الجهاز، وهتحولها اللي هي يا شباب للراديان، الراديان تساوي القيمة ديت. طيب انا عاوز احسب بقى قيمة الار. الار السيتا تساوي ال على ار، يبقى الار بتاعتك هتساوي ال على كام؟ على سيتا، بس خلي بالك ان السيتا دي تحولها بالراديان. طب ال هي كام؟ هي المسافة ما بين الشرطة للي بعدها، الشرطة للي بعدها اللي هي كام؟ 2.5 ملي. وده من حاجات المصممة للجهاز، يعني هو لما بيدي لك الجهاز بيقول لك السنسيتيفيتي بتاعته تساوي مثلا 10 ثواني، يبقى قيمة سيتا، وانت عارف ان السنسيتيفيتي ده تساوي الانجل ان سكند على الوان ديفيجن. وبيقول لك كمان ان ال ال بتاعتك تساوي 2.5 ملي. ايه ال ال؟ هي المسافة الرأسية ما بين الشرطة واللي بعدها، او السكيل ديفيجن اللي احنا بنسميه. طب عاوز احسب بقى الراديوس اللي عليه التيوب بتاعتي، الراديوس اللي عليه التيوب تساوي 2.5 على كام؟ على الزاوية بتاعت اللي هي السنسيتيفيتي بالراديان. بكرر تاني، السنسيتيفيتي خلاص الراديان عندك هتساوي كام؟ 51.5 متر. تصور يا شباب الراديوس ده كام؟ 51.5 متر. فطبعا انت شايف ان الفقاعة بتاعتك تقريبا كأنها خط افقي، لان الراديوس كبير جدا. طيب احنا عاوزين نعرف الاكيورسي بتاعت السبيريت ليفل بتعتمد على ايه. طبعا انت حضرتك لما تيجي تظبط السبيريت بتاعك، لازم يبقى انت الاول حاجه بتعمله عمليه معايره، تحطه على سيرفس بليت، والسيرفس بليت ده افقي تماما، المفروض الفقاعه تبقى في المنتصف. لو الفقاعه بتاعتك مايله شمال ولا يمين، يبقى انت كده تعرف ان السبيريت ليفل بتاعك مش دقيق، وطبعا لازم تعمله عمليه معايره وتحسب قيمه الخطا علشان لما تيجي تستخدمه وتضيفه او تزوده. طيب في عندي هنا الحاجات دي حضرتك لازم تعرفها في السبيريت ليفل، يبقى الراديوس بتاع الاوف كيرفيتشر، وعرفت القانون بتاعه، الديستنس بتوين تو كونسيكوتيف لاينز اون اس سكيل اللي هي ال ال دي زي السكيل ديفيجن، وتعرف خلاص حاجه اللي اسمها السنسيتيفيتي اللي هي الزاويه بالسكند على الوان ديفيجن، وتعرف كمان حاجه اسمها الكونستانت اوف سبيريت ليفل. الكونستانت اوف سبيريت ليفل او الكونستانت اوف ليفل يساوي اللينس اوف وان ديفيجن اللي هو على السنسيتيفيتي. اللينس اوف وان ديفيجن على كام يا شباب؟ على السنسيتيفيتي. طيب احنا دلوقتي عاوزين نطلع كده نشوف الفيديو، نكمل الفيديو هنا لحد هنا وهو بيشرح المعلومات اللي انا قلتها لك عن السبيريت ليفل. ده بقى بداية الاستخدام بتاع السبيريت ليفل، حضرتك تحفظها.
طبعا بيستخدم السبيريت ليفل علشان يقيس بالانجل او الانجلر ديفليشن، اي انحراف زاوي بيقيسه بالسبيريت ليفل. كمان بيقدر يستخدم السبيريت ليفل في قياس الستريتنس والفلاتنس ايرور بتاع اي سيرفيس. تعال نشوف كده السبيريت خلاص ليفل بتاعه، هو مقسمه لك بيقول لك دي الجلاس تيوب ودي البابل زي ما قلنا وده السبيريت، وعندك هنا ده طبعا البيز بتاعه وده البادي، وده عندك بالنسبة لك. يبقى كده هو شرح السبيريت ليفل ببساطه. هنا بقى بيعين السنسيتيفيتي بتاع السبيريت ليفل، السنسيتيفيتي ان انجل اوف تلت ان سكندز للوان ديفيجن بتاع هيساوي كام؟ سيتا. سيتا يا شباب تساوي ال على كام؟ على الار، والسيتا بتاعتك هتساوي كام؟ 10 ثانيه. وفي حاله ان الديفيجن وان ديفيجن بتاعك يساوي 2.5 مللي، يبقى حضرتك تقدر تحسب الار، او لما تيجي تحسب الار بتاعتك هتلاقيها القيمه بتاعتها كبيره جدا. طبعا هو هنا بيقول لك، بيرسم لك بيقول لك لو الجسم بتاعك مائي عالي من هنا، خلاص عالي من هنا، يبقى البابل بتاعك هتمشي في الاتجاه ده. طب لو عالي في الاتجاه التاني، يبقى هتمشي في الاتجاه التاني. وهو هنا بيرسم لك الجزئية الشكل ده، بيرسمه لك هنا وبيقول لك ازاي بيحسب ده الار اللي احنا بنقول عليه ده الريديس بتاع البابل، وده اس وهيصطعد عنه دلوقتي بال، لان اي ريدس اوف كيرفيتشر كبير جدا ممكن تعتبر الاس دي كانها دلتا ال تغير في طول صغير، ممكن تعتبره كطول افقي. طبعا لينك الفيديو ده واضح عندك كده، هيشطب على الاس ويعملها ال، وبالتالي كده السنسيتيفيتي بتاعته. يبقى السنسيتيفيتي اللي موجوده في السلايد بتقول لك انها قياس الزاويه بالسكند لوان ديفيشن، يعني هي قياس الزاويه بالسكند، وبالتالي عشان احدد قياس الزاويه بالسكند لازم يبقى عندي ال ولازم يبقى عندي ار. ال دي هي المسافه ما بين 2 ديفيشن ورا بعض، والار اللي هو radius of curvature. طبعا ده الرسمه الحقيقيه بتاعتها، بس انا بحول اس المسافه افقيه عشان radius of curvature بتاعي كبير جدا. هو هتلاقيه دلوقتي هيحسبه، هتلاقيه عندك هيساوي كام؟ 51.5 متر، وده الريدياس اوف كيرفيتشر كبير جدا. طيب السنسيتيفيتي يبقى في السبريت ليفل، يبقى لو قلنا حبينا نعرفها as the length of level decreases that means spirit level is becoming more sensitive، ودي جملة ممكن اجيبها لك صح وغلط في الامتحان. خلي بالك لو اللينس بتاعك بتاع الليفل بتاعك بيقل، لو اللينس بتاعك بتاع الليفل خلاص بيقل، يبقى حضرتك معنى كده ان السبيريت ليفل بتاعك بيبقى اكتر سنسيتيفيتي، وده طبعا جاي من القانون ان ساين ثيتا تساوي كام؟ اتش على ايه؟ على ال. لو اللينس بتاعك ده بيقل، خلي بالك ان الجهاز بتاعك هيبقى اكتر سنسيتيفيتي، وده اللينس بتاع مين؟ بتاع الجهاز اللي انت بتستخدمه. ودي معلومة تانية حضرتك المفروض انك انت تعرفها علشان تعرف ايه العلاقة ما بين اللينس بتاع السبيريت ليفل والدقة بتاعته. كل ما اللينس بتاعك زاد، خلاص معنى كده ان السنسيتيفيتي بتاعتك بتقل. اللينس بيقل، يبقى السنسيتيفيتي بتاعتك بتزيد، ودي علاقة ما بينهم كده عكسية. هنا الكلام اللي هنا مكتوب اوضح من كمان السلايد. الاكيرسي اوف سبريت ليفل
بيقول لك علشان تظبط الاكيوريسي لازم طبعا السطح بتاعك السبيريت ليفل شود بي فلات وذين سيرتن ليميت، طبعا لازم يبقى هنا السطح بتاعه هو اللي فلات. طبعا بيعتمد على السيتنج بتاع تيوب بالنسبة لمين دي البيز، طبعا التيوب بتاعتك دي هو حاططها، هل هو ده بيتكلم عن كمان عيوب في الصناعة، يعني انت ممكن تجيب سبريت ليفل التيوب دي مش موجودة في وضع موازي لمين للسطح اللي تحت. كمان الريدنج الموجودة الشرط الموجودة ديت لازم حضرتك تبقى واضحة، ولازم تبقى عارف ان البابل لما بتتحرك هنا واحد شرطة بتنقص من الناحية التانية واحد شرطة، ودي لازم انت تاخدها في الحسبان. كده احنا خلصنا الفيديو ده، هنشوف بعد كده الحاجة التانية يا شباب، نطلع للموضوع التاني. كده انا خلصت مين السبيريت ليفل، ناخد الموضوع التاني اللي هو الكلينوميتر. الكلينوميتر ده جهاز موجود عندنا في المعمل، هو بالظبط بنفس الشكل ده. انا بستخدم الكلينوميتر علشان برضو اقيس بيه الزوايا، وممكن تستخدمه في قياس الفلاتنس والستريتنس برضو. بس الكلينوميتر اللي عندنا في المعمل فيه هنا ميزان ميه حضرتك طبعا، في وحاولت اجيب لك جهاز من على النت شبهه في الاستخدام. المفترض ان في منقله زي ما انت شايف كده على الجهاز 0 10 20 30. الجهاز ده علشان تعمل له كاليبريشن بتحطه على السيرفيس بليت، عندك في ميزان ميه المفروض فوق الفقاعه تبقى في المنتصف، والمفروض ان في زرار من هنا انت بتقدر تحرك الجزئيه دي شمال ويمين. بعد كده انت هتروح عشان تقيس زاويه جسم، هتروح حاطط بعد ما تعمل له عملية المعاينة وتتأكد ان الفقاعة في المنتصف، هتاخد الكلينوميتر ده وتحطه على ورك البيس اللي انت عاوز تقيس الزاوية بتاعتها. ايه اللي هيحصل في الفقاعة؟ الفقاعة طبعا هتجري خلاص حسب الارتفاع بتاعك في الشمال او اليمين. حضرتك تروح انت بتروح مرجع الفقاعة في المنتصف، انت بترجع الفقاعة في المنتصف وحاطط الكلينوميتر على الورك بيس، هتلاقي حضرتك انك بتميلها شوية وفي زاوية من هنا بتقراها. الكلينوميتر الموجود عندنا في المعمل في من ورا كده يا شباب في عدسة، العدسة دي لما بتبص عليها بتلاقي في تدريج، عندك في تدريج كده افقي وتدريج تاني رأس. انا بحاول اشرح لك الموجود في المعمل عشان انت ممكن تستخدمه لسنة تالتة لو شاء ربنا ورجعنا قبل الامتحانات، ان شاء الله هنوريه لكم. التدريج الافقي بتاعك متقسم زوايا، يعني متقسم 0 10 20 30 40، طب ومتقسم درجات قبل ما يقسمها عشرات، يعني من 0 1 2 3. بس ما بين الزيرو والواحد يا شباب، ما هو زيرو درجة واحد درجة، ما بين الزيرو والواحد هتلاقي عندك فيه كام قسم؟ هتلاقي في عندك 6 أقسام. طب لو انت عندك 6 أقسام هي ايه اصلا الدرجة فيها كام دقيقة؟ الدرجة فيها 60 دقيقة. لما تقسم الدرجة على 6 أقسام يبقى كل شرطة من دول كام يا شباب؟ ب10 دقايق. لو لقيت ده افتراضا خلاص، لو لقيت ما بين الزيرو والواحد في 10 أقسام يبقى هو كده هياخد 60 قسمة على 10، يبقى كل واحدة ب6 دقايق على حسب ما تلاقي كلونوميتر. طبعا في تصميمات مختلفة دي الدقة. فحضرتك طب انا باخد الزوايا ازاي؟ انا دلوقتي لما رحت محركة عشان ارجع ميزان المية، هتروح تلاقي ان في هنا شرطة، في هنا شرطة اساسية، هتلاقي تقول لك مثلا الزاوية بتاعتك 15 30 35، بس بالدرجات. لو انا عاوز اجيبها بالدقايق انا هشوف، هضطر اشوف من عدسة جوه اعرضه ارفعه كده واعرضه المصدر ضوء، هلاقي الخط الافقي، اشوف بقى في عندي بقى خط رأس، الخط الرأسي ده عامل تطابق مع شرطة من الخط الافقي، هشوف مثلا هو عامل التطابق بعد ما اعين السكيل فاليو بتاعي الدقة بتاعته، هل هي 6 درجات ولا 10 درجات حسب عدد الاقسام ما بين الزيرو والواحد درجة، كما اقول ان هو 2 6 دقايق او 2 10 دقايق على حسب الدقة بتاعتي. ده الكلينوميتر. طبعا الكلينوميتر كده مبهم بالنسبة لك، مفيش حاجات كتير مكتوبة عليه. انا برضو جبت لك فيديو علشان تعرف البرنسبل بتاعه ازاي هو بيفكر ويعمل الفكرة بتاعت الكلينوميتر، وهنشوف برضو في الصين ازاي بيستخدموه انهم يحددوا الارتفاعات مش كمان بس الزوايا. تعال نشوف ايه الفكرة بتاعت الكلينوميتر، هو مصمم الكلينوميتر بنفس الطريقة ديت.
هنا هي بتبص لارتفاع معين، طبعا المسافة من هنا لهنا المفروض انها معروفة، يعني هي عارفة هي واقفة على اي بعد من هنا يا شباب، البعد ده معروف، والارتفاع ده كمان المفروض دلوقتي المفروض ان احنا عاوزين نجيبه. طب ايه المعلوم بالنسبة لنا؟ هيقولك ان هو المعلوم بالنسبة له الزاوية، ودي خلاص ممكن تجي لك زي مسألة في الامتحان. انا دلوقتي ده الزاوية بتاعتي، الزاوية بتاعتي كام؟ هو رابط، خلي بالك ان هو رابط حاجة في المنقلة، المنقلة دي هتجي تقيس لتحت، هيديني اي زاوية؟ هيديني الزاوية دي، بس انا مش عاوزة الزاوية دي، انا عاوزة الزاوية دي. طب ما هي دي عاملة 90 درجة، ما انا اخد المتمم للزاوية دي، يعني دي لو كانت 40 يبقى دي كام يا شباب؟ دي 50 درجة. يبقى انا كده عرفت مين؟ عرفت الزاوية اللي انا ببص عليها دي 50، 90 ناقص 40 دي 50، وعارف المسافة من هنا لهنا، يبقى اقدر اجيب الارتفاع بتاع الشجرة اللي هنا. ودي فكرة الديزاين بتاع الكلينوميتر اللي انا وريته لك من شوية كجهاز. طبعا هو هنا المعلوم بالنسبة له معلوم المجاور والمقابل مفقود، فهيستخدم تان سيتا. وطبعا كل شيء يعني كلنا نقدر نعمل الحكاية دي، هي معتمدة على النظر، وبرضو انا بصل في الكيلومتر بعتمد على خلاص ميزان المياه مع النظر كده، هيقدر طبعا يحدد الارتفاع بتاعه تان سيتا، تان 50 ده بالنسبة له اللي هو مش عارفه، هيعرف يجيبه 11.9، وده الفكرة الديزاين بتاع الكلينومتر. عاوزين نشوف يا شباب فيديو تاني كده، ازاي نعمل كلينومتر. شايفين دول مجموعة الشباب، واضح ان الفيديو متصور في الصين، هيعملوا الفكرة دي بتاعت الكلينوميتر. هجي منقلة عادية، المنقلة دي هتروح مثبتاها في الجزء الدائري ده اهو، وعاملة ده التثبيتة لها في المنتصف. طبعا دي كلها أدوات بدائية، ده هي بتصنع كلينوميتر يدوي. طبعا بتحاول تحط فيه وزن علشان بنفس الفكرة لما تبص الوزن ينزل في حتة معينة فيحدد لها الزاوية تقدر تجيب لها المتممة. طبعا لازم تظبط ان الخط يبقى لو في حالة رأسية يبقى عندي 90 درجة. كده هي عملت الكلينوميتر بتاعها، تقدر تظبطه في اي وضعية، تقدر تظبط التقل اللي هي عاملاه عند الصفر، ده اللي هي عملته. تعال نشوف هي هيعملوا بيه ايه. طبعا هو بيستخدم انك لو انت عندك الارتفاع وعندك الطول تقدر تجيب الزاوية، بس هو بالاساس هو عندها دلوقتي المسافة زي ما كانت البنت واقفة ما بين الشجرة وما بينها معروفة، والزاوية شوف هي بتجيب الزاوية اهو، هي بتبص لارتفاع معين ومحددة المسافة اللي هتقيس اللي بتبص لها من الى،
وده طبعا هتلاقي بتوع مدني برضو بيستخدموا كلينوميتر ده بشكل كبير. هي دلوقتي بتحاول تبص على هدف محدد، بس هي بتبقى عارفة الهدف ده على أي بعد منها عشان تحدد الارتفاع بتاعه. يعني ممكن يبقى الهدف بتاعها زميلة لها زي ما انتوا شايفين، هتحدد وتجيب الطول بتاع 10 سيتا، وممكن تروح تعمل اختبار برضو على الطول ده. تجربة عملية، يا رب نرجع ان شاء الله وخلاص ونعملها مع بعض. في عندك هنا كمان الجهاز ده، انا جبته لك، هو شبيه للجهاز اللي موجود عندنا في المعمل، بس واضح ان هو نسخة محدثة شوية. ده كلينوميتر واضح، بس هنا مفيش التدريج اللي انا قلت لك عليه من ورا، لا ده هو عامل التدريج ده. ده طبعا بيحطه على الورك بيس اللي هو عاوز يقيس الزاوية بتاعتها، بس طبعا الاول بيظبط ده علشان يشوف اذا كان متعاير ولا لا. المفروض الفقاعة تبقى في المنتصف والمؤشر ده عند الصفر. بعد كده ايوان كده حطوه كده، المفترض ان المؤشر بتاعي عشان يبقى الفقاعة دي بتبقى في المنتصف والمؤشر بتاعي عند الصفر بتاعي. طبعا انا شكل الجهاز ده انا باخده بحطه على اي ورك بيس لها انجل، وبروح مظبطه بعد كده بعد ما اعيره اظبط، اروح مرجعه البابل لمكانها تاني، وبالتالي الزاويه بتاعتي هتتغير. ده بالنسبه لهم هم معينينه كان على 10 درجات، السطح بتاعهم ده مايل ب10 درجات وهم عارفين، فعشان كده بيعيرين بيعينوه، لان هو بيشوف اختبار هو متعير 10 درجات لان السطح ده مايل ب10 درجات. دلوقتي هندخل مع بعض يا شباب في حاجه تانية اللي هو الاوتوكلوميتر. الاوتوكلوميتر ده تالت حاجة عندك، بيقيس بيها برضو بيقيس بيها الزوايا، وبقيس بيها الستريتنس، وبقيس بيها برضو الفلاتنس. الاوتوكلوميتر ده انا مجهزة لكم برضو فيديوهين هتفهموا منهم الكلام الموجود هنا في السلايدات، وتفهموا ازاي بيشتغل. تعال نروح للفيديوهات. المرة الجاية إن شاء الله في العمل هجيب لك الشكل بتاع الإيتوكلوميتر بالظبط. ده هنا هنشتغل الإيتوكلوميتر ده، هنشوف إيه فكرة العمل الموجودة عندك في السلايدات. طبعا الإيتوكلوميتر أولا إن هو بيقيس إيه، بقيسه في قياسات بستخدمه. بستخدمه في قياس الزوايا، وممكن تستخدمه بدل الكلينوميتر في الفلاتنس والستيفنس. هنا بقى بيوضح لك التركيبة الداخلية بتاع جهاز الاوتوكلوميتر. انا ان شاء الله المرة الجاية هجيب لك الشكل بقى الرئيسي بتاعه ازاي. احنا شفنا شكله قريب من الكلينوميتر، شفنا السبيريت ليفل. الاوتوكلوميتر هنشوف النهاردة مع بعض فكرة العمل بتاعه وازاي بيشتغل، بس شكل الجهاز هنشوفه المرة الجاية مع تجارب على ممكن الفلاتنس او الستريتنس. ده هنا يا شباب ده مصدر للضوء، ودي لينسز، وده عاكس. هو بيقول لك دلوقتي لو هما كلهم في وضع رأسي، فطبعا مصدر الضوء هيمر من خلال العدسة وهيرجع في نفس المكان هيتجمع. طيب دلوقتي هو هيروح مميل الجزء ده، دلوقتي الجزء العاكس، هنشوف بقى ايه اللي هيحصل. هيحصل ان هو هيميل هنا بزاوية سيتا، هيعمل مصدر الضوء على العدسات هتمر للجسم اللي بيعكس، هنروح نلاقي نشوف رجوع بقى رجوع الضوء هيبقى شكله ايه. طبعا هيتجمع في منطقة تانية. الفرق ده يا شباب الاو او داش ده، الفرق ده بالنسبة لي يهمني مع المسافة من مصدر الضوء لللينسز ديت عشان تحدد قيمة 2 سيتا. قيمة 2 سيتا يعني دي الزاوية اللي هنا اللي بتتعمل هنا ضعف الزاوية دي يا شباب. ده بقى الفكرة او القانون اللي انا بستخدمه في الاوتوكلوميتر.
يبقى عندك هنا 2 سيتا، عندك المسافة من مصدر الضوء للفوكس بتاع اللينس، وعندك الانحراف اللي حصل ده او داش. يبقى تان 2 سيتا هساوي الاو او داش على اف. ممكن تقول خلاص ان الاكس يساوي 2 سيتا في الاف، ليه؟ لان الزاوية بتبقى صغيرة. هيجيب لك بقى ازاي خلاص اكثر تفصيلا شويه ايه اللي بيحصل في الاوتوكلوميتر. الثانيه كان البرنسبل اوف ورك مبسط. تعال نشوف ده اللوم، اللمبه بتاعتك دي المشتت، وده الجراتيكيول. ادي هنا بيبص من هنا، مصدر الضوء اتغير بقى من هنا، وده خلاص البيم السبليتر، وده الاوبجكتيف، دي العدسات ودي العاكس. تعال نشوف ايه اللي بيحصل. هو بينزل الضوء من هنا، الضوء هيجي على البيم سبليتر، هيروح للأوبجكتيف، أوبجكتيف لينس طبعا، وبعد كده هيروح للريفلكتور. كده المفروض ان هو ما حصلش حاجة، يرجع في نفس المكان، وطبعا تقدر انت تشوفها. تعالى بقى لما هيميل، لو ميل الوضع هيتغير وهيبقى في عندك في فرق. الفرق ده انت ممكن تشوفه بالعين، وتقدر تحسبه بالقانون اللي احنا قلنا عليه بالتان 2 سيتا. عاوزين نطلع كده برضو فيديو تاني حلو بالنسبة لكم في الاوتوكلوميتر. هنا يا شباب الفيديو ده انا محضره لكم. طبعا هي هنا عاملة زي انيميشن، همده شوية انيميشن للجزء ده. ادي الاوبجكت، وادي الاوبجكت لينس، وادي مين يا شباب؟ الريفلكتد سيرفيس. تعال نقدم هنا شويه الفيديو. معلش يا شباب القطع ده. نرجع هنا للفيديو ده. شايفين ادي الاوبجكت، الاوبجكتيف لينس، وادي السكرين. طبعا لو هيرجع في نفس المكان لو السكرين مالت. دي زاويتها 90. دي هتميل خلاص دلوقتي. شوف ايه اللي هيحصل. نفس الفكرة بتاعت المرة اللي فاتت، بقى في اوبجكت تاني، وبقى في مسافة هنا من هنا لهنا، بقى عندي اسمها ام، وفي مسافة من هنا لهنا من الاوبجكت لينس لحد هنا، المسافة اسمها الفوكال لينس اللي هي الاف. يبقى الام على الاف يساوي 2 سيتا، او يساوي التان 2 سيتا. طبعا عشان التان 2 سيتا هي نفسها الاتنين سيتا، فممكن تكتبها ام على اف، وده القانون اللي هتلاقيه عندك موجود في المحاضره. كده انا خلصت لكم الساين بار والاوتوكلوميتر والكلونوميتر. ممكن حضراتكم تدخلوا على النت زي ما انا بدخل كده وتشوف ايه حاجات زياده، بس انا ان شاء الله في الامتحان مش هزود عن الحاجات اللي انا جبتها لك من الفيديوهات ومن السلايد اللي انا برفعها لك. وبالتوفيق يا شباب.